أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض قصة نبي الله ذو الكفل عليه السلام. لن نتحدث عن قصص الأنبياء من الناحية الدينية كما تتحدث عنها جميع المؤلفات والمخططات، بل من الناحية التاريخية لنتعرف على ترتيب الأحداث الصحيح من قبل سيدنا آدم وحتى أشرف الخلق سيدنا محمد. ذو الكفل هو النبي بشر ابن أيوب عليه السلام، وجده الأكبر هو إبراهيم الخليل عليه السلام. بعثه الله لأهل دمشق وأطلق عليه لقب ذو الكفل لأنه تكفل القيام بطاعات معينة لم يفعلها أحد قبله، كالصلاة 100 مرة في اليوم. لقبه اليهود والنصارى بحزقيال، ولم يتكلم عنه القرآن كثيرا إلا عندما جمعه مع زمرة الأنبياء، فقال تعالى في سورة الأنبياء: بسم الله الرحمن الرحيم، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، صدق الله العظيم. وقال تعالى في سورة صاد: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار، صدق الله العظيم. دفن ذو الكفل بالعراق، وتلك الصورة من 40ات القرن الماضي، وهي لقبر النبي في تلك البلدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الدعم باللايك والشير والسبسكرايب لكي نستمر في تقديم المزيد. انتظرونا في قصة جديدة من وي.